التونسي معناتها. هي لازر شعير سي معناتها ليكول نتاع الجنوب معناتها الجوهم الكل أولاد شعير حتى كي يعملوا حاجة شرقي تلقى فيها هكا ديما مسحة جنوبية اللي هي بخاتيك ما لا ميم شوز اللي تسمعوا في ليبيا ما هم نفس نفس الروح معناتها نفس نفس الموسيقى نفس الجمل الموسيقية هي بيدا فهمت بمناسبة ليبيا دونك كنت عندك كانت حفلة في ليبيا شهر اللي فات طبعا نحكيو في الأوف أول فنانة عربية تدخل ليبيا بعد الثورة كان نحكي لي على الحفلة كنت تحكي لي دايوخ في الأرض شوف أنا بعد 9 سنين تقريب طوى جيتني دعوة من منظمين مهرجان أو حفلة كبيرة تعملت في 17 فبراير هم يقولوا وكان أنا طلبوا مني معناتها بتأكيد حبوك تكون موجودة معانا نحبوك أنت تأثرنا السهرة نحبو الناس طالبين أنهم يسمعوك متوحشينك كذا كبار صغار أنا ملو الحقيقة خفت مش نقول لك ما خفتش ليه خفت وخممت شوية على خاطر نكذبش عليك أنا يعني كنت نغني في وضع معين كنت عندي تعاملات مع ناس موجودين شعراء معناتها اللي يكتبوا لي الأغاني وهم موجودين في النظام القديم الليبي معناتها نظام معمر القذافي الله يرحمه وتوا باش نعاود نرجع لهم جافي ان بو دو هكا ترددت شوي قلت لهم شوف انا راني حربيه ما عنديش مشكله قالوا لي أمنيا تو تجي وتشوف راي الدنيا لاباس ما عنا حتى شيء الأمور راكحة رايضة الأمور معناتها 100% لاباس ما يا با دو 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 بروبليم الطيارات موجودة تجيب الطيارة تروح بالطيارة معزم وكرمة كذا قلت لهم أوكي أما راهو عندي بعض الشروط اللي هما ما تدخلونيش في أموركم السياسية واحد اثنين أنا راني باش نغني لغاني اللي تعرفت بها في ليبيا وما تقولوا ليش هذه كتبها عبد الله منصور توا موجود في الأسر أيه. ربي فك أسره ولا هذه علي كيلاني هو عندنا مشاكل معاه هذه كل ما يمنيش فيه لو تحبوني نجي هذا أنا نوال معناتها أنا باش نجيكم كنوال غشام بالريبرتوار متاع نوال غشام أنا قلت له منغني من 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 أول التسعينات حتى لتوا وعندي دي سوكسي قالوا لي نوال احنا طالبينك باش تجي راه ما عادش يهمنا أنا ديباسي الحكاية هذه وبالنسبة لنا احنا النظام السابق معناتها تعدى توا احنا نغزر الغدوه هذه كلامهم نحكي لك بعد نغزر الغدوه عندنا شباب اللي في 2011 وقت اللي صارت الامور هذيا اللي عمره 10 سنين توا عمره 20 سنه جوستومون توا ولا عازب معناتها يحب يعيش ويحب يقدم ويحب يسمع غناء ويحب يعاود معناتها لي سوكسي هذوك ما يحب يسمعوا فما وفما حنين برشا راهو بصراحه معناتها انا كي مشيت لقيت استقبال من كذب ما شفتوش في حتى بلاد أخرى شفت استقبال متاع رؤساء معناتها نلقى كورتاج باللي متاخ قدامنا بالحاجة كبيرة برشا بيان سور الإقامة كانت ممتازة على الأخر أبار هذية ديما معناتها حتى كي نخرج بمشي البروفة ولا حاجة ديما معايا حراسة أمنية مشدة معناتها إيزون تو في الحقيقة باش يخليني في كل راحتي أبار هذا كي طلعت على المسرح أو وقت اللي ماشي أنا ديجا باش ندخلوا الميدان خاطر عملونا طريق معينة باش نجمو ندخلوا للميدان الشهداء اللي كانت قبل الساحة الخضراء باش يعرفوها التوانسة أكثر هذيك قالوا لي قلت لهم أنا قداش فما ناس ما تقريب في قالوا لي التقارير الأمنية أعطتنا ما فوق فما أكثر معناتها أقل شيء 100,000 متفرج قفلوا 100,000 متفرج بصراحة قلت يا ربي إن شاء الله نغني ونروح لباسك خفت خاطر نقول يا أخي قلت لهم 100,000 متفرج هذوما كلهم ما تفتشتوهم عملت لهم تفتيش قالوا لي إيبا فما اللي في الميدان الكلهم واللي داير الميدان معناتها حتى البنايات معناتها اللي داير الكل هذيك بالتفتيش معناتها الذاتي للعباد اللي دخلوا وحاشيكم بالكلاب يدخلوا يشوفوا البلايص وعاملين
دي بعتها بوليسيه باختو في السطوحات وكل باش تبدا الامور كلها امنيه باش هما بيد بقى كذيك صورتنا احنا احنا نحبوا نوصلوا للعالم اللي راهو يا ناس راهي طرابلس لاباس وما فيهاش حتى مشاكل وما فيهاش ارهاب كما تقولوا انتوما وكيف تتصور معناتها. قلت له انا قمت نتصور هذايا معناتها وقلت له انا جيتكم ساق القديم 10 التالي لكن قلت مثالش هذا شعب طالبني وناس تحبني برشا ونعرف اللي عندي شعبية كبيرة ياسر في ليبيا دونك ميسيش باش نمشي وعلى الله وكاو الحمد لله عكس اللي توقعته كل شيء حوينة محلولة السلعة موجودة العباد في الشارع يدوروا العباد شوف الشارع العباد انا قلت لهم وقتاش ترقدوا معناتها بالحق انا قلت لهم ممكن في الليل قلت بالكش في الليل العباد ليه انا نقعد في الاوتيل ما خرجش من نغزر من البركون الكراهة بتعدي والدنيا والعالم وناس على الشارع يعني معناتها على الكورنيش ولا حاجة تفرح عادية على انا شفت ليبيا سورتو طرابلس باش نقول لك خارج طرابلس ما نعرفش نعرف المنطقة الشرقية اللي هي بنغازي والمنطقة هذيك الكل الأمور هاني عندهم بالكدا بالكدا لا الأمور معناتها لاباس عليهم أمورهم واضحة مريقلة وين فما الجيش نتاع حفتر الكل الدنيا معناتها في أمن كبير برشا قعدت ما بين سرت وين كانوا فما الدواعش وما بين مصراتة شوية فما مناطق اللي هي مازالت شوية ماهيش 100% لكن قاعدين قاعدة تنضاف معناتها بشوية بشوية قاعدة تنضاف في الأخر شو يرجع الأمن الليبي ولا حكيمك فرحنا خاطر بصراحة معناتها هما أخواتنا قبل كل شيء وشعب عندنا علاقة دم بيناتنا معناتها علاقة تربطنا عائلية معنا عائلتنا في ليبيا يعني كل عائلة تونسية وعندها بارتي في ليبيا وعندها بارتي في الجزائر يعني هذا وهذا بالضبط معناتها من أين نتمنى خاطر نعرف اللي شوف ليبيا كيف ترتاح راه وفي تونس برشا حاجات برشا حاجات تخف علينا برشا حمل يخف علينا عندنا توا بلاد قاعدة باش تتبنى من أول وجديد يعني الرجال الأعمال والناس والدولة ديجا الدولة متاعنا لازمها تخمم شوية أنها تقرب ليبيا أكثر أنها تكون أكثر يا أخي أنا مشيت ليبيا ما خفتش وأنتم خايفين باش تمشيوا ناس قاعدة باش تعمر بلاد كاملة راه تاش معناتها إعمار ليبيا تاش معناتها إعمار ليبيا معناتها ريت تونس كاملة لو كان تمشي تخدم غاديكا كل تويس الكل يمشيوا يخدموا غادي 11 مليون يعيشوا في أرغد العيش أعمار ليبيا راهو مليارات وبليارات البليارات مش متاع نهار واثنين وثلاثة هذوما عقود معناتها كي دور دي زاني دي زاني يعني انت قاعدين علاش مش فيها سياسيين متاعنا ما فهمتش ما نجموش يخموا فيها انا انا ناس تسال فيا في السياسيين قابلتهم يسالوا فيا اخي بالحق مشيت لليبيا قلت لهم مشيت لليبيا وغنيت في ليبيا وغنيت قدام 100,000 متفرج وما صار لي حتى شيء وروحت صح سالم ولبس عليه والحمد لله يا ربي وغدو يعيطوا لي عاود نرجع ما عنديش مشكله قلت لهم انتم قاعدين هنا تتعاركوا وخايفين باش يمشيوا هذيك اللي من المضحكيت مبكيت معناتها فنان تونسي اليوم يتنقلوا يمشي ويعمل حفله بون مش اي فنان تونسي راه فما فنانين اخرين كي قلت لهم مش ليبيا خلوني وقت ليبيا عندنا زوج صحفيين في ليبيا مفقودين عندهم سنه هذيك شوف هذيك هذاك لو بوان اللي خلى الشعب الكل بوغو ليبيا غول معناتها ما عادش تنجم عرفتك كي البلاصه المخيفه لي فيديو والكل لا لا بيان سور فما راه انا نحكي لك الامور هذيك توا راه مش نحكي لك قبل كان فما داعش بخطورة راهو الدواعش مفرتين في كل بقعة ومصلي على النبي معناتها 80% منهم توانسة أو المصيبة الزرقاء اللي أكثر يعني نورمالمون هما كي تجي تشوف الحقيقة ولو أنه مش نحكينا في حاجة أخرى كي تجي تشوف الحقيقة معناتها تي هما حقهم مغشين علينا مش احنا مش احنا نلوموهم تي هما التوانسة اللي مشيو يقتلوا فيهم يعني يقوب الصبيح واحد يلقى راس ولده محطوط قدام الباب فما مآسي راهو صاروا عليهم يعني يقول لك التوانسة انتم اللي جيتوا قتلتونا مش احنا ما مش الدواعش ليبيين الدواعش كلهم الرؤوس الكبيرة فما من التوانسة برشا اللي مشاو وفما من جنسيات اخرى كيما قطر وكيما درشو كيما افريقيا برشا جنسيات دونك لا ما سي فري كو افيك سا هما باقي يحبونا وباقي بوغ احنا
تقعد ديما الأخت الصغيرة، عرفت ديما اللي يحبوها تونس تقعد ديما عندها معزة عند الليبيين الكل، أنا نعرف الشيء هذا. دونك سياسيين تونس تحركوا شوية، عندكم قدامكم مدام مصر خذيت هي مع تعاقد متاع أعمار ليبيا، شو معناتها؟ معناتها رأي ليبيا ماشية للإصلاح وماشية باش تتبنى، وانتم قاعدين راقدين هنا لا إله إلا الله والله العظيم. والله كلام في بلاست وما قالوا حتى سياسي. نرجع للفن من ليبيا، شاء الله ربي شاء الله ساعه ليبيا ترجع خير من قبل، مش حتى طبعا كيما قبل. وين بور موا انا ديما ليبيا تزاير وتونس خويتنا، هذوك ما خويتنا الشقيقات الكبريات هذوك ما عندي انا، واحده على يمينك ولحده على على يسارك، معناتها ما فماش هذوك بالركيزه نتاعك الحميه نتاعك في الاخر بكل. انا معناتها تونس سي فري بلاد مهمه استراتيجيا برشا من اول الدنيا، لكن ليبيا هي عرفتك اللي حاب تتك عليه وتزاير العبد اللي تتك عليه جستمو عباره على زوز اخواتك الكبار اللي وقت اللي تتوجع تمشي لهم لهم هما الاولانيين، معناتها ربي ان شاء الله انا نتمنى لتزاير ان شاء الله ربي ما يورينا حتى شيء خايف في تزاير خاطر يزي ما تعدى عليهم، وليبيا ان شاء الله ربي يصلح الحال وترجع وراو في الاخر بكل هذوك ما اخواتنا واهلنا ومالينا. وتونس وتونس نوال تونس عاد شنو هاو قاعدين نبكيو نبكيو على تونس باللي قاعدين نشوفوا فيه توا، راهو راهو شو نقول لك يا معناتها اذا كان وصلنا الاستهتار والانسان ما عادش عنده الروح البشريه ما عادش عندها قيمه والملائكه تموت في بلاد اللي كنا انا شيء هذا نعرفه خاطر انا عشته، انا بابا كان كادخ في الصحه العموميه نحكي لك وقت اللي تقول تونس تقول الصحة في تونس معناتها أكبر طبة في العالم موجودين في تونس أكبر الخدمات موجودين في تونس، الناس تجينا من ليبيا ومن زير باش يداويو في تونس ومن الأوروب كانوا يجيونا من الأوروب باش يعملوا ليزوبيراسيون استيتيك وغير ليزوبيراسيون استيتيك فما حاجات راهو مهمة برشا توا نلقاو اللي احنا واللي معناتها دي بيبي مازالوا دي نوفوني يموتوا بك البشاعة هذيك بالاستهتار مناش بالوسخ. اي جوستومون بون قالوا سيروم ما فماش منها حكاية السيروم سمعت اليوم ما فماش منها اي اما سي بيغ معناتها مش سيروم من الوسخ او باش نقول لك شنو اللي صار هذا اللي اليوم سمعته من وزيرة الصحة اللي شادة توا بالنيابة ونحب نحييها خاطر الحقيقة امرأة قدعة برشا دي باكتيري في الشامبر بلانش فوالا خاطر فما دي بريباراسيون يعملوهم بور لي زونفون بور لي بيبي نوفوني ويحطوا لهم في السيروم سي دي بريباراسيون كي مش دويت بريباراسيون ريدي هو ان فيت ريدي الشامبر هذيك ماهيش معقمه دونك فما جرثومه ايش نقول لك؟ والكرش اكبر لهنا تو تصدقني عاد تو تلقى الجماعه خارجين يشربوا في قهوه ويشريوا في قهوه ويشريوا في كاسكروت ولبس لك التوني نتاع البلوك اي بس غراف يا جماعه راهو انا ساعات نشوفها نقول نبدا نسال يا ربي زعما وحتى الكلينيك كيف كيف فما بون الكلينيك اكثر شويه خاطر هذيك امور فلوس معناتها الزلقه الفلقه اما السبيتال يسون فو خاطر ياما ناس تموت بغلطات هكايا وما يفيقوش بهم وتتعدى الحكايه اي ساباس ديزاني ديزاني تو وسورتو نقولها وعلى مسؤوليتي سورتو بعد الثوره بعد الثوره راهو القيم كلها تحت الماء، ناس ما عادش عندها ضمير سامحوني في الكلمه، فما ناس ما عادش عندها ضمير فما ناس تخدم باش اخر الشهر تاخذ شهريه مسمار في حيط وسورتو توسكي قطاع عمومي فما خاطر القطاع الخاص لا ما يخدمش يقرحوا لبرا يقرحوا لبرا مسمار في العقليه نتاع المسمار في حيط اللي غرسناها في حاجه اخرى انت مثلا سامحني كيفاش انا سمعتهم ناس تحكي عابدين دي فيديو من الطب بيدهم يقول لك لي غوم نورمالمون الغوم عملها مره وطيشها ما فماش ابسط حاجه قال لك ما عندناش فلوس قالها الوزير السابق الوزير اللي توفى كان الله يرحمه شكرا كان قالها
قال ما فماش فلوس. اي سامحني رئيس الحكومه فرحانه بالحكايه هذه معناتها والميزانيه وقتها حتى تصير كارثه معناتها باش يقولوا اي ونبكيو ونوليو اي صارت كارثه وتوا باش قلنا اي ما فهمتش علاش في تونس لما تصير كارثه باش نتحركوا. والله كلامك صحيح مالوغوزمون شيء يوجع القلب بصراحه شيء يوجع القلب. انا شويت فريمون تريست على الاخر انا خاطر اجي نقول قطاع الصحه انا نعرفه لو كان عندك عندك القرايه تعليم وصحه في تونس يعني زوز حاجات اللي خرجت بهم تونس وبعد الاستقلال وبورقيبه ضرب عليهم مش بدمه معناتها الى توفي باش يوقفهم على ساقيهم قاعدين يضربوا فيهم شماته في شكون؟ شماته في الشعب راه والله لا يهمهم في الشعب شماته خاطر هذوك نتاع بورقيبه انجازات بورقيبه ها باش نضربوهم انجازات بورقيبه وعلى مسؤوليتي هذا الكلام نقول فيه. انا بشكون باش يخلص الفاتوره الشعب وهنا الشعب بيان سور الزوالي مسكين حسب اللي ما نجمش يقري ولده في البريفي شكون باش يخلص هو قاعد يخلص هو قاعد يخلص الزوالي سي نورمال ما نقولش الزوالي انا نقول الشعب الانسان العادي المواطن العادي التونسي هو اللي قاعد يخلص. نوال غشاب شبش تنتخب في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ اي بدات تتوضح لي شويه الرؤيه تو. اي انت باش تمشي تنتخب؟ سيغتينمون باش نمشي تنتخب ما خليش بلاصتي. مالوغوزمون اي يقول لك لا ما فماش علاش باش نمشي لا تو بعد لا تو كي كيفاش يقولوها باهي وضحت الرؤيه حدد اختيار انت انت تصرح ما عندكش مشكله لا نصرح اما مازلت مش مصرحه تو علاش نقول لك عليه خاطر قاعده مازلت نتبع في في زوز من الناس في الشخص اللي قاعده بامراه ولا راجل؟ امراه واضح هذا الحكي عرفتك هو لا قاعده نتبع خاطر فما حاجات اللي عاجبيني برشا شوف انا ما نعرفهاش شخصيا بالكل قاعده نتبع فيها وعندي حاجات قالتهم تصريحات مانيش موافقتها فيهم خاطر الانسان شوف لازم يخزر ديما القدام ما يرجعش للتالي ما نقعدوش مربوطين بالتالي التالي تعدى وفات صاي القادم نبنيه على اللي تعدى يعني ناخذوا من اللي تعدى الباهي فيه ونقفوا نكملوا قدام هذا انا فلسفتي في الحياه هكا حتى في ليبيا قلت لهم الكلام هذا قلت لهم حتى وكان يرجع سيف الاسلام معناتها يشد البلاد هو بيدو راهو باش يمشي لكم الحاجه اخرى من بعد مش باش يمشي على خطابه لانه هو كان بطبيعته كان يقدم في حاجه اخرى للقدام دونك الانسان الذكي لازم ياخذ من الماضي ويقدم القدام عبير موسى اللي عجبني فيها انها امراه كلير انيت وصريحه وما بدل ما قلبتش الفيستا بلغه التوانسه صحيح ما عندهاش لا ترهدين ولا قلبين فيستا ومشيت قد معناتها عاش كنت قاعده مازلت نشوف شنو لازمني نشوف برنامجها لازمني هذا كل لكن هي كشخصيه عجبتني امراه ما تعرفش تكذب امراه قاعده تقول في الحقيقه ابيض ابيض اكحل اكحل الباقي الكل وين ميحي مع ريح مره يقول لك تقول هذا فريمون معناتها السوبرمان جاي باش يطلعنا من الهم اللي احنا فيه وبعد شويه يعمل هكا تحسه ميل مع هذاك هو انا تمن بالبرامج في الانتخابات الرئاسيه في تونس تمن ببرنامج لا كيف نمن بشخصيه خاطر الشخص يبدا حاجه ديما والبرنامج تلقى حاجه اخرى لا انا قلت لك جوستومون يعني كي تبدا مع انسان قوي وكلمته صحيحه وقتها بالحق يقول لك انا راني يعني التودول كونفيونس تجب تثق فيه تامنه فهمتني انا من الاول صرحت قبل وقلت راني باش ننتخب باش قاعد السبسي وكلنا اونيتي داكور وعلاش على خاطر امنا بانه انسان فريمون بمخه بعقله بالحكمه نتاعو اكسبيريمونتي سورتو اكسبيريمونتي سي فري كو هز تونس هو من خنقه كبيره راه من كانت باش تكون كوارث كان سي فري لكن لا كونتينيتي ما صارتش ما كملش فهمتني الزواج اللي صار هو اللي ما كان اللي بلبز الدنيا الكل اي اي ما مهم هذاك زاده يعني ما دامك ما كملتش دونك ما وصلتنيش انا لبر الامان بالضبط خليتني على الشط هكا وقلت له يكمل بربي يكمل عم وحدك شويه شويه فهمتني سي سا لو بروبليم دونك جيتك خايبه امل من بيجي قاعد السبسي اي كل رغم اني نحبه لتوا راه معناتها كشخصيه هكا نحسه انسان نحب العبد سامباتيك انا والضحاك ولا لكن خساره معناتها كسياسي خساره معناتها كان ينجم يكون وقف اكثر من هكا معناتها
il dé ما il كيفاش نقولوها يكنس قدامه برشا حاجات اللي قلقتنا توا فهمت لكن على غالب ولا نحييك على صراحتك سي با فاسيل وماهيش سي با دوني باش يجيك فنان يحكي على سياسية سيغتو بكل صراحة وبكل هكا أريحية مع العلمي أنا ما سألتهاش أصلا هذوما كل أعطاني الكونت روندو واحد جيتك حاضرة حاضرة تبارك الله كل لا الرأي السياسي بون الرأي السياسي ديما ماذا بيك تاخذه من عند فنان جوستومون خاطر الفنان هو اللي واصل دي ميساج توا المشي نتاع ليبيا راه فيه برشا ميساجات معناها خاطر كيما قلت لك سياسي ما مشاوش وفنان مشى معناها اخزر مش يوريك خاطر الرأي السياسي ديما الفنان عنده الانيسياتيف انه باش يصلح مؤثر اكثر من السياسي الفنان بيان سور خاطر فما ناس تبعك فما ناس وذيك المشكله اللي انا ديما نقول معناتها الفنان راهو عنده مسؤوليه لك غدوه راك كي باش ترقد وتحط راسك على المخده بعد سنين مش توا تقول انا شنو خليت للجينيراسيون هذيا ولا شنو غنيت للشباب اللي سمعني ولا الناس اللي سمعتني ولا خاطر كي تقول انت غناء تغني في غناء هيت بركه خاطر باش نلم شويه فلوس ونشري كهرباء ونعمل دار اذا كانوا تنجم تعملوا بكل سهوله ومن غير ما تدخل الاعلام فهمتني تنجم تخدم في العروسات وفي الكباريات وفي واخدم على روحك وبرا ربي عينك وعمل ابني لكن باش توصل معناتها انت باش تطلع هكا في الاعلام وفي التلفزيون وفي الراديو وتقدم روحك كالفنانه كذا ولا الفنان كذا انسان مشهور رو عندك مسؤوليه على كرام كي حسبك عليها ربي غدوه مش حد خاطر انا كي باش نعلم غدوه الناس حاشكم قلة الحياة ونعلمهم الكلام الزايد شنو هذه مش مسؤولية معناتها انت جيتني وحدك لسؤالي اللي بعته هاي قدامي اونفيس كاين قريت لها سؤال اي والله معناتها ربي كثر منها اللي تبارك الله الاولاد قاعدين يعطيني في دي بوان عرفتي نزل لي على حاجه وانا نسيب وحدي واللي بعده جسمه باش نسالك دوك انت حضرت على الساحه الفنيه قبل وقتي كان بالحق فما اربع اصوات في تونس ثلاث جينيراسيون اربع اصوات في تونس ولا خمسه هذوك معناتها اللي صنفوا لي البوم تاعهم وكل وتوا انت قلت كلمه مهمه قلت لي الفنان كي سي با فاسي باش يطلع في تلفزه ويعدي دي ميساج دونك هو ياثر وعنده عباد عنده رساله يوصل فيها الساحه الفنيه الحاليه واللي نشوف فيهم في التلفزه والفنانين واللي يغنيوا بما نقولش فنانين خاطر فما وحود فنانين يقول لك انا ما نسمحلكش باش تقولوا فنان وانا نتفهمكم اكيد شنو رايك فيها؟ مين جيد الخلل برشا ابداوا استيائهم والشديد زاد هو الناس الكل قاعده راهو معناتها في ناس كلها تحسها كما نقولوا احنا بلغتنا احنا متيقره معناتها من صاير الكل اي واحد يقابلني مراه كبيره مراه صغيره راجل كبير راجل صغير حتى رجال يقولوا لي شنو اللي الموجود هذا شنو اللي قاعدين نسمعوا فيه ونشوفوا فيه ياسر عري ياسر شنو ياسر مهز لي بون المشكله اللي فما زوج حاجات فما الحاجه الاولى اللي هي الاعلام في تونس اصخت ماما تخلل في لعبه نتاع tout ce qui est commercial à 100% et le buzz et le buzz هذايا راهو يقول لك قبل انا بابا كان يقول لي باش تولي مشهور فمش ما اسهل منها الحكايه فهمت اكبر مجرمين في العالم اكثر ناس مشهورين في العالم يعني بالحاجه الخايبه tu peux être connu et بالحاجه الباهيه tu peux être connu mais après un moment برشا خدمه لازمك تتعب باش توصل لكن باش تعمل اخرج حاشاكم واحد يخرج عريان في الشارع تولي معروف يولي ساخ في تونس في دقيقه ما ريتا يعمل بوز خرج عريان هاكا في عملوها فناني اكزامبل نحكي لك فهمتني سهله لا تلاقي كل شيء تو يجيني عجبني ليه عملوها فناني بالحق اكزامبل اللي طلع صاير بالحق شنو نحكيو على نرمين صفر يا بنتي نحكي لك واحده يخرج عريان جمله واحده بون هي خرجت في دو بيس دو بيس ميساج سي با غراف نعدي سي با غراف سي فري انا ما يمنيش فيها راه تخرج في دو بيس ونقول لك حاجه من الاخر بكون الناس كلها تخدم يخدموا بهم او مش نبسط لك الحكايه شكون اللي يخدم بها فما جهات سياسيه تخدم الحكايه هذه جهات سياسيه كان تحرك بفنانين مي بيان سور المصالح ولا وهما يقولوها الحكايه وتقالت قدامي الحكايه هذو هما يقول قلت معناتها نسمع فيهم شبيك يا بنتي هكا لابسه وشبيك درت شو علم تونس وهي مش هنا مولا الدار قالت لك لا هذوما كلموني من هنا قالوا لي اعمل هكا وكلموني من هنا قالوا لي اعمل هكا وناس قاعده معناتها تخلق في دي مومونس
صحيح نتاع بوز هكايا باش انتروتون هما يسكتوا باش انتروتون اسمع انت من بعد تولي تلقى فضايح والا كي يتغسروا تجي مثلا حكايه تخسرهم لهنا مخنوقين مخنوقين اه يعملوا لك عمله باش الناس الكل تتلهى في الحكايه هذه احنا مالوغوزمون الشعب التونسي يتلهى بالحق بيان سور احنا شعب عاطفي راه احنا اوني سامبل راه اوني با ترو مانيش شعب كومبليكي والا شعب عايش يحب يعيش يحب يمشي للبحر في الصيف تلقى البحر مليان في الشتاء تلقى القهاوي والدنيا كل مليانه وبعدين يقول لك ما عندناش فلوس لا لا ناس عايشه تعيش لو جور او جور معناتها ما يحبش يحرم لو ماكسيموم يعمل ما وسعه باش ما يحرمش ولده ولا بنته ويعيد العيد ويشري مع هذيك 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 حياه عندهم هذيك الدنيا سي لو توب نتاع تفكيرنا هذاك هو احنا ما نخموش راه مانيش جرونديوز ياسر في الـ في الـ في التصور الاحلام نتاعنا مش كبيره برشا الشعب التونسي احلام احلامه بسيطه فهمتني مي مش يقولوا يتعدى عليه كل شيء ينساق يتلهى عاطفي 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 انت قلت فما جهات سياسيه يحركوا فنانين ولا يخدموا مصالحهم اليوم فما جهه سياسيه اتصلت بنوال غشام حاب تستغل شهرتها ولا العباد اللي يحبوها انا نعتمد على صراحتك في السؤال هذا فما شنو كان رد لا ردي انا باش نوري وجهي مع الجهه السياسيه او الحزب السياسي اللي انا مقتنع به وقتها ما كنتش مقتنع بالحزب اللي كلمه لا لا مش مقتنع والغدو ما نقتنعش به توا تنجم تغني الحزب عبير موسي لا ما زلت كي تقتنع خاطر انت اذا كان اقتنعت بها اذا كان اقتنعت بها بوكو با مش باش نغني لها لكن مش هي معناها مدح مش نقول راني انا ندعم الفكره نتاعها والبرنامج نتاعها بوكو با لكن اذا كان نقتنع جلو اسمع ما نخاف من شيء فما كان ربي نخاف منه عادي جدا وربي هو اللي يرزق وربي هو اللي يعطي وفي الاخر بكل انا نعرف روحي معناتها مانيش ديبيل مانيش عندي مخ نخم بيه كي باش نقتنع بحد انا نعرف هذاك باش يربح نميل حركه نهضه هي يعني خاطر انا جو سامحني جو مو تروف معناتها عندي الثوابت ولا الافكار ولا العقليه نتاع لا ماجوريتي دي تونيزيان دونك نعرف روحي كي باش تقنعني انت بالبرنامج نتاعك نعرف روحي التوانسه باش يقتنعوا بالبرنامج الماجوريتي نتاعهم باش يقتنعوا بالبرنامج هذاك باهي هنمر السؤال اللي بعده مقبل حركه النهضه والحزب اللي اتصل بيك ورفضت لا لا ما نجمش نقول لك والله سي فغي لا نحترم باهي قلت لي اي مش للدرجه صراحه راه هي حر على تنجم تقول برشا قالوا انا ضد الحزب الثاني ولا ما تحبش تقول انا نحترم باهي عام انتخاباتي اثر لا لا ما زلت ما لا والله مش ما نجمش نقول دون ان سونس نخاف لكن نحترم خاطر فما ناس في حركة النهضة نعرفهم وفما ناس في النداء صحاب نوياهم وهما من قدامنا يتعاركوا لكن من بين بعضهم صحاب وما عندهم حتى مشكلة علاش أنا شازني أنا لل أنا نهار اللي اقتنع باش نقول راني اقتنعت بفلان وكا بوفينا دونك خلينا نرجعوا للفن شوية باش نخدموا الأربع دقائق الأخرانيين مع الفن ديجا أربع دقائق الوقت لي فريمون أحسن مش أحسن حوار باش ما يتغشش عليه ليزانفيتي الأخرين أما من أحسن الحوارات بالحق دونك بتلقى تحكي على كل شيء والله تحكي على كل شيء دونك بالحق دونك عشت تخوا جينيراسيون قلت لي تبارك الله أنا عشت الجينيراسيون نتاع نعمة وعليا وزهيرة سالم ربي يفضلها وسلاف وأحمد حمزة الجينيراسيون هذيك عشت معناتها غنيت معاهم وطلعت وأنا صغيرة معناتها معاهم وكل شيء وعاصرت الجينيراسيون اللي هي قدي وأكبر مني صوفيا وأمينة ونبيها والمجموعة هذيك كل وجبالي وصابر وكل وعشت الجينيراسيون هذيا اللي شكون فيه اللي فيهم راهو فيهم مش خايبين شكون نبداو واضحين معناتها شكون فنانين ما نجموش فما مثلا يسرى محنوش مثلا يسرى محنوش صوتها حلو برشا مثلا ايمن لسيق حلو برشا انا نحكي لك كفنان مش صوت بركه لو صوت وبريزونس وغناء اماني وسي اماني تسمى اصوات معناها كصوت معناها بالحق تسمع انا نحكم على كل شيء نحكم عليه كفنان ارتست ستار معناتها اسكو يملي لك عينك ولا لا معناتها عنده حاجه ينجم يكون شيء يعمل اون بون كارير ولا لا فهمتني فما بن احمد اسمع بن احمد اسمع حلوه برشا لا فما الحقيقه ما نظلمش فما اللي انا ما نذكرهمش فما انيس الطيب فما برشا اصوات مزيانين في الوتري فهمت وفما اللي كعبتين هما لا محاله ولا ثلاث اربع كعبات
تسمع راب؟ ربي يقوي سعد مكاوش. سؤال بركه، شكون اجمل الصوت عندك نوال في الساحه الفنيه في تونس؟ خاطر لا قلت انا تحكي على جينيراسيون توا ولا في الجينيراسيون تعديت عليهم الكل؟ انا خاطر في هذه بركه حبيت نسمع. داكور. لا انا نحكي من الناس اللي نعرفهم معناتها وسمعتهم. اما خاطر من الجينيراسيون اللي تعديت عليهم الكل بادرة عندك اصوات. لا فما اصوات اخرين. انا نحكي لك انا بالنسبه لي انا صوتي وادائي هو اللي يقنعني. يعني ساعات كي نبدا نسمع روحي ننسى اللي هي انا وين، معناتها نبدا نسمع تقعد تسلطن مع روحها ملا صايب عليها. ساعات نقول ما تقول يا شو ما احلاش عملت هوني، ننسى اللي هي انا، فهمتني؟ والله سي بيان صحيح، خاطر الفنان ديما ينقد روحه ديما. مش فنان انت كي تبدا تحكي في الراديو تسمع صوتك بعد ما انا وصلت المرحله انه وليت نشيخ على صوتي ونشيخ على ادائي. لكن فما فنانين اخرين، طبعا فما فنانين عرب منهم نحكيش على اللي ماتوا، انا نحكي لك مثلا فما من الفنانين اللي تقول الصوت يرعب، معناتها يدوخك. ذكرى محمد من الاصوات راهو اللي ما يتعودوش. ساعات تسمع لها حاجات تعمل فيهم بصوتها تدوخ، تقول كيفاش عملتهم هذي، فما بالحق ما الله يرحمها. فما زيد فنانه روبال جمال، ما نعرفش كان تعرفوها ولا لا، هذي توفيت زيد سوريا، راهو كان اصوات غريبه اسمهان. فما اصوات تقول مش جايين من الدنيا، كانوا جايين من عالم اخر، ما بالحق ما تقدرش تسمعهم. تقول جايين من عالم شيرين مثلا في العالم العربي. شيرين احساسها حلو، انا التامبر نتاع صوتها ما يعجبنيش. التامبر نتاع صوتها يظل لي بلدي شويه، فهمت؟ ما باش نفسروا لك. بورتو تغني كان هي الغنيه العربيه، الاحساس نتاعها عندها احساس ياسر حلو، و سي لا سول اللي قعدت محافظه على نوعية نتاع الطرب الحلو النظيف هذاك. سي فغي، سي بور سا كو ال ريوسي. تو جات في مخي شيرين، انا خاطر فيما نقولوا غنية نظيف وترب فما وطريق. فما برشا، لكن في الجينيراسيون نحكي هذايا الجينيراسيون توا اللي موجودة معاك. فما اخرين كيما امال ماهر مثلا صوته حلو بركة، لكن ما فماش هكا البريزونس نتاع شيرين مثلا. فماش هكا فما حاجة شيرين فيها ان كوتي كي تسمعها تشدك، فهمتني؟ ما تقلقش منها. سي سا لا ديفيرونس. تسمع راب نوال غشام؟ الراب باه موضوع كبير هو الراب. لما حاله انا ما نسمعش راب. ولدك يسمع سيغتان بيان سور. ولدي يسمع. ولدي حافظ مش يسمع. ولازمني العرك كل يوم يطلع في الكهرباء يحط لي راب. يا ولدي امان خلينا نسمع حاجه. لا لا يا امي خلينا نكملوا هذاك كل يوم الحكايه هذي. بون كيما تو لي جان في عمره هو من 12 ans جوسكا بون توا مازال، لكن هو بدا على بكري معناتها يحب الراب كيما تو لي جان. انا مشكلتي قبل كل شيء سي با مش فن اللي انا يخليني نقعد نبدا نسمع كي نقول الله الله مل هذاك ما عنديش. خاطر انا ايكول اخرى وجو اخر ونوعيه اخرى. ومش على خاطرني راهو بديت عندي ولا في عمر معين ولا لا لا لا. فما دي جان صغار ويسمعوا كان الغنيه راب ما يستهونيش. لكن الراب سي ان ستيل اللي لازم يكون موجود، خاطر واقع اللي فما نوعيه من الناس اللي تحب تسمع الراب وتسمع الكلام اللي هو ديريكت على الاخر، معناتها فهمت؟ ما فيهوش مش جمله شعريه وصوره شعريه، لا ميساج دي ميساج معناتها ديريكت كاري، فهمت؟ دونك فوالا لازم يكون موجود، اما ما يكونش موجود على حساب انماط اخرى موسيقيه. سي تو ني بلوس ني موا. نجم نشوفو كي ديو مع رابور كيما يعمل برشا فنانين. وي وي عندي حاجه قريب مع رابور. بيعطينا سكوب والله العظيم. اليوم العشيه بركه الحقيقه لحظه اليوم العشيه باش كل رابور وانا نقول ربي سهل اجو توش لو بوا زيد. لا 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 شوف انا راني ما نحبش نحكي على حاجه بزاف ما صارتش، مي فريمون كلمني رابور سي انا مي هو معروف برشا. اي تقول لك سنة اسمه الاسم ارمستا سانفارا. عطينا سيكوام عطينا تقول لكم لحظه بركه. مو كلمني قال لي راه فما هكا نحب ناويين اغنيه وباش نكونوا شويه دور على اللي صاير تو في تونس كل شيء. سمعت الكلام عجبني الاولاني، سمعته عجبني، ومن بعد قلت له بيان سور فما حتى مشكله دي سي
سامدي ماكسيموم فوندغودي سمعني الكلام الكل معناتها الغنيه كامله خاطر لازمني نفهم اش قاعد ما نقولش حاجه انا مش مقتنعه بها زاده ولا كلام زايد ودر شنو لي اون فا اتر سي فري دي ميساج قويين وديريكت لكن سون من غير ابتذال من غير كلام زايد ذكرت لنا الاسم ولا لازمني نختم به مازال دقيقه بالضبط في الميسيون هو اسمه بلال الراشحي بلال الراشحي يطلع شكون يا جماعه في لي رابور لا لا لحظه برك يلا علي شوف لنا معلوماتك في تونس ولا من تونس ليه تونسي بنزارتي ليه ليه تونسي تستنى انت اللي اسمه بال بلال الراشحي اللي عمل الاغنيه الاخرانيه تعدى مع نوف الديجا شو اسمها بون لحظه دخلنا كنا بعضنا اي ظلموني في بلادي ولا في بلادي ظلموني عرفتوا في صحيح يا جماعه اللي غنى في قدور الارتيست اللي معاه اللي معاه هاي اللي معاه الاخر بلال الراشحي اسمه دونك بلال وعندهم بسمي روحه حاجه اخرى بلال درشنو حسن ان توكا باش نشوفوك معناتها في ديو ان شاء الله كان اذا كان عجبتني الكلام بيان سور بوكو با خاطر هي اغنيه نتاع لاكتواليتي معناتها نتاع اللي صاير في تونس توا وكونت يساجي دان تخو ميساج بوليتيك جو لو في معناتها با بروبليم زيرو برشا اسئله ما سالتهم لكش حقنا عيطني لك ساعتين مساعه كهو نورتنا نورين غشيم نجيكم في اي وقت